لا تعجز عن التوبة، ولو رجعت في اليوم 100 مرة. لا تنسى أن لك إله يرجبك، ومهما وقعت في الذنب إذا عندك صدق في الرجعة إليه، مهما ابتليت بالرجعة ثانية وثالثة فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. لا تقول تصدق عدوك تقول خلاص أنا اللي ما فيه فايدة وخلاص ده الأمر اللي كنا واقع فيه وبستمر فيه. يقول لا لا لا، هذا يضحك من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الإله. اندم وارجع إليه وتب وقل وفقني ولا أعود، ولو عدت ارجع واندم وتب وقل بعدها لا أعود وصمم. ما يرى صدقك إلا رحمك وقواك وخلصك منه. لا تعجز عن التوبة.